بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان، إنما كنتم انطلقت تاسع الأشواط، ينطلق على حضراتكم مع الأمال الكبير المشاركة من الملاك الهجن والمهتمين بهذه الرياضة. أسير مع ألفية الإبكار مع المقدمة هذا الشوط الذي انطلقت هناك مشكلة، جاسم بن محمد الوهيبي ينطلق مع مشكلة في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني سياسة، محمد بن حمود الوهيبي مع المركز الثاني، المركز الثالث القدوم والتقدم هناك من اعتزاز حمود ايضا بن محمد الوهيبي ينطلق على المركز الرابع والمركز الثالث. المركز الرابع القادم الشاهينية ايضا من التواجد هناك سالم بن حمد الوهيبي من ينطلق على المركز الرابع وخامس. المراكز الشاهينية العبد بن سلطان بن العبد الجنوبي من ينطلق مع المركز الرابع في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء في كل مكان، اعود الى المركز الاول الى الانطلاقه في هذا الشوط اللي انطلق مع المركز الاول، انطلق نحو الناموس والانتصار في هذا التحدي الجميل، في هذا التحدي المثير. يا سلام، الله الله الله، اللي غيرت هناك مع الصداره، اللي انطلقت نحو الناموس، اللي تقدمت في هذه اللحظات بشعار بالقاضي المنطلق، لكن القدوم في هذه اللحظات ارصد 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 القادم 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 حامل رقم 11 شعار راعي بويض المنطلق، قدوم قوي لكن هناك الصداره والقياده مع المركز الاول الشاهينيه، ولكن سياسه سياسه ولا الشاهينيه، عاد راعي بويضه من جديد في هذا الشوط. درب 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 درب، هذه القدومها مشكلة اللي قدمت هناك مع الأمثال الأخيرة. ما شاء الله تبارك الله، تهانينا والناموس لمالك اعتزاز بالعز والانتصار حمود بن محمد الوهيبي، تهانينا والناموس. المركز الثاني سياسة، محمد بن حمود الوهيبي. المركز الثالث شاهنية أيضا للمركز الثالث، والتوقيت الزمني 2:07 هو التوقيت الزمني هذا الشوط، تهانينا والناموس.